انفجار، لكن ايضا الكره الماضيه تعود تصلح مره ثانيه الان لمصلحه الهلال بالجهه اليمنى الان هلالية عن طريق تياغو نيفيز. التغطية موجودة، العرضية في منطقة الجزاء الرأسية. قناص ياسر الأرقام يسجل أول الأهداف، ياسر الأحلام هنا يضع الكرة الأولى في شباك الشيب، يضع الهدف الأول في مرمى الذئب. وليها تياغو نيفيز محاولة ملعوبة ممكن يسدد، لا غير غير وصل في الجهة اليمنى إلى ويل هامسون. ويلي يحاول المرور والتقدم، عرضية في منطقة الجزاء ملعوبة. المرة الثانية القحطاني وبنفس الأسلوب بكرة عرضية موجودة غابت فيها الرقابة عن الكاسر، غابت فيها الرقابة عن القناص، يصل ويسجل في لحظة كان فيها السد هو الأفضل، كان فيها السد هو الأفضل. خمس سنوات متتالية وشايف حقيقة الفرق العربية، بالأمس أهلي جدة يخسر في أرضه، واليوم العين الإماراتي حتى الآن متأخر في أرضه، ولدينا كرة خطيرة للأمام ملعوبة، وجول ثالث، جول ثالث للهلال، هدف ثالث للهلال، وتياغو نيفيز يسجل الهدف الثالث لنادي الهلال في مرمى السد.